الشعب يقول لا بديل لا بديل لا بديل عن الإصلاح لا بديل، وإن طال الطريق وتضاعفت الخسائر لا بديل. يقول جهادنا دائم حتى الحل العادل ونيل الحقوق، حتى نأمن على ديننا وعزتنا وأعراضنا وننال حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة، وحتى تكون لنا كلمة مسموعة في سياسة وطننا وما يعنينا من مصير. الشعب يقول من لم يكن له من حكومات العالم دين فلتكن له بقية من قيم الإنسانية وبقية من ضمير، فلا يشتري مصالحه المادية بتصدير الموت لهذا الشعب المسالم وتصدير الغازات السامة التي تغطي سحبها القاتلة سماء هذه الأرض لتحصد من ما تحصد من نفوس الأبرياء وتقتحم بالموت والأمراض الفتاكة بيوت وغرف الآمنين في أي ساعة من ساعات الليل والنهار. الشعب يقول لا تمثيل من أحد له من معارضة أو معارض يكون له رأي خارج رأيه وخيار على خلاف خياره وموافقة على حل خلاف موافقته، ولا إصلاح كما تقدم واحد من أبنائه وبناته في السجون. يقول لا بد من إصلاح يعطي موافقته عليه ويرضاه ولو بأغلبيته. شعب هذا مطلبه وهذا إيمانه وعزمه وهذه إرادته وتضحيته وهذا إباؤه وتصميمه وهذه سلميته وعقلانيته وهذا حرصه على العدل مع الجميع والأخوة بين الجميع وإيصال الحقوق للجميع. لا يتوقع له إلا النصر ولا ينتظره إلا الظفر بإذن الله. طال الزمان أو قصر الشعب سوف ينتصر، والإفراج حق لكل سجناء الشعب من أحراره وحرائره الذين تغيبهم السجون وتصادر حريتهم لكلمة حق قالوها ولحق شعب مظلوم طالبوا به. والتعقل والحكمة والصالح السياسي وسلامة الوطن وربحه وطلب الحل للأزمة المهلكة التي يمر بها ورعاية الدين والحق والعدل في الإفراج عن كل الأحرار والحرائر ممن طالبوا بحقوق هذا الشعب من أبنائه وبناته. نطالب بالإفراج عن المساجين، نطالب بالإفراج عن المساجين.